وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من مدينة نيويورك الأمريكية الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم. مساء الخير أستاذ فؤاد، وبداية يعني لا شك تماشيا مع المقتضيات الأمنية راهنة، وجه جلالة الملك المفدى خلال رأسه جلسة مجلس الوزراء اليوم بفرض تأشيرات دخول على القطريين الذين يزورون المملكة. كيف تصفون هذه الخطوة؟ ما هي قراءتكم لذلك؟ بالطبع يعني إجراء من حق البحرين أن تتخذه وفقا لكل المعطيات التي جاءتها من نظام الحمدين، وهو الحماية الأمن القومي البحريني، خاصة أنه الجنسية والجواز البحرين الجواز القطري في عند نظام الحمدين حاليا أرخص من البصل الذي يستوردونه من إيران. وأكيد من المؤكد أنه قد تم منح عشرات الجوازات القطرية لعدد من استخبارات حرس ثوري إيراني، وبالتالي لتسهيل دخولهم إلى البحرين. وهذا أمر طبعا يعني هذا ثبت بالأشرطة والتسجيلات مع مسؤولين وليس مع مواطنين عاديين، مدى تورط هذا النظام الفاجر في عمليات التخريب التي تتم بحرين. بالطبع القرار يعني يحز في نفوس الخليجيين جميعا، لكن نحن مجبرين جميعا. واذا كانت البحرين الان هي الدوله الاولى التي فرضت تاشيرات على القطريين، فاعتقد انه من الواجب على بقيه دول الخليج ان تحذو الحذو ذاته، لان الخطر لا يتهدد المنامه فقط بل يتهددنا جميعا. نعم استاذ فؤاد، لا شك بان هذا يعني هذا القرار هو ليس موجها الى المواطن القطري بالذات، ولكن موجه لسياسات النظام القطري الذي يصدر الارهاب الى دول مجلس التعاون. اكيد طبعا الشعب القطري شعب اولا انه يعني ارتبط معنا باخوه، وليس له ذنب في كل ما يجري. يعني الان المشكله والازمه كلها مكونه ويديرها أربعة أشخاص فقط. نعم. اللي هو حمد بن جاسم رئيس وزراء، حمد بن خليفة الأمير السابق، وعزمي بشارة الإسرائيلي، والقرضاوي الإخواني. أربعة أشخاص فقط هم من يتسببوا أو أنهم تسببوا في هذه المسألة التي مست الأمن القومي العربي لأربع دول وأكثر من 140 مليون نسمة تأثروا من مؤامرات هؤلاء الأربعة. يعني أنت لو تشوفها من كل المقاييس، يعني اثنان لا علاقة لهم بالمنطقة على الإطلاق. نعم. واثنان أخذتهم شهوة الحكم والسلطة وأصابهم غرور الطواويس، واعتقدوا أنهم ممكن أن يحكموا الأرض وما عليها. نعم. وبالتالي الشعب القطري بعيد كل البعد وليس له علاقة بكل ما يجري، ونتمنى اليوم الذي يسقط فيه هذا النظام العفن ويمسك قطر أحد أبنائها البررة وتعود إلى الحضن الخليجي مرة أخرى. نعم، من مدينة نيويورك الأمريكية الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم، شكرا جزيلا لك.